احنا جايين النهارده مبادره من قطاع الامن المركزي، انا والاخوه الضباط زمايلنا. اولا انا جاي بصفه ممثل عن قطاع الامن المركزي، وجاي بصفه اخرى كاب لان ابني في المدرسه دي. ده الرابط اللي ربطني في الزياره النهارده، انه كان بيحكي لي قصه لاحد الاطفال معاهم في المدرسه، كان بيتعالج هنا في مستشفى 57. الصرح العملاق، الصرح العظيم اللي كلنا بنفخر ان احنا واقفين على ارضه دلوقتي زينا زي كل المصريين. انا جاي تبع مدرسه حورس، بس اللي انا كنت اتعالج في مستشفى بسبب ان كان عندي لوكيميا في الدم، والحمد لله جت مع والدتي واتخذت مستشفى واتعالجت على اعلى مستوى. احنا فكرنا ان احنا نعمل حاجه، نخلي الطلبه بتوعنا يعملوا شيرنج في حاجه فيها خير، فاحنا عملنا حاجه اسمها حورس تشاريتي بازار. طلبنا من الطلبه عندي ان هم يجيبوا اللعب اللي هم مش محتاجينها في البيت، وعملنا فان داي كبير قوي وبعنا الحاجات دي، وبالعائد بتاعها فكرنا ان احنا نيجي نحط العائد ده في مستشفى 57 357. يعني عايزين نشجع كل مدرسه ان هي تعمل زينا، وان هم يا ريت ان هم يفكروا ان هو بدل ما يبقى فان داي عادي يبقى في حاجه للخير، وان احنا نيجي في مستشفى 57 357. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة.